على أمل حصد نقاط المباراة الثلاث والوصول للعلامة الكاملة، دخل الحرية لقاءه مع العربي على ملعب المحافظة، وهو يمني النفس بفوز يضمن له التأهل بعيداً عن لقائه الأخير ضد الفتوة في الجولة الأخيرة من السداسية. فهدد مبكراً عبر غسان الظاهر، لكنه اصطدم بالعربي الذي لم يعد هناك ما يخسره، فتخلى عن خجله الهجومي ليهدد مرمى المتصدر في أكثر من مناسبة عبر خطيره قصي البني الذي كاد يباغت الدفاعات الخضراء بعد مرور 18 دقيقة فقط، ليبدأ بعدها مسلسل إهدار الفرص السهلة من مهاجمي الحرية عبر الأشقر والمكسور. وكما لم تجد تسديدة العوسي طريقها نحو المرمى، لم تجد كرة الحسكيرو رأس الناصر ليودعها في الشباك. عاد بعدها الناصر ليهدر في مواجهة المرمى، ومع تسديدة الحاج الخجولة أعلن العلوش نهاية الشوط الأول. بعد الاستراحة عاد الحرية لمحاولاته الهجومية، فهدد العوسي مطلع الثاني، فيما كاد العقل يخطف هدف التقدم للعربي وسط فرص بالجملة للحرية عبر الأشقر والعوسي والناصر، ليزداد الضغط النفسي على لاعبي الحرية مع مرور الوقت. تبديلات مدرب الحرية عبد اللطيف الحلو لم تجد نفعا وسط تكتل دفاعي من العربي، ليتواصل مسلسل إهدار الفرص الخضراء مع دقائق اللقاء المتبقية والتي لم ترضي نتيجتها مدرب الحرية. بس حرام ضيع، كنا ريدين ان هي اليوم يعني مشان نرتاح، يعني بالفتوي كان بصفي تحصيل حاصل، بس ظاهر انه نلعب ان شاء الله مباراة الفتوي بقوة ونفس القوة نفس الروح نفس الحماس، بس كان ناقصنا جول، يعني شفت ضيعنا فرص كتير، ما توفقوا اللاعبين، لاعبين خبرتهم قليلة، لاعبين صغار، كان في عنا لاعبين يعني خبرة جيدين عم بيركضوا منيح، بس توفينا عند رب العالمين ما توفقنا. مثل ما شفتوا اللعبة كلياتها عندنا ما كنا داخلين على التعادل ابدا، كان بهمنا 3 نقاط مشان نريح حالنا وما نفوت بالدوامة. الجولة الأخيرة هلا كثير مهمة مع الفتوة، لازم 3 نقاط بأي شكل. الحمد لله رب العالمين، يعني قدر الله ما شاء فعل. يمكن سوء الحظ وقلة الخبرة استنزفنا نقاط بالتعادلات، يعني التعادلات الـ3 مباريات استنزفنا نقاط، يمكن كنا حاليا من الفرق المرشحة للصدارة. إن شاء الله أنه السنة الجاي هذا الفريق قادم بقوة للدرجة الأولى، وبالنهاية أنا راضي عن أداء الفريق. قمة المرحلة بين أزرق الدير وأحمر حلب كان مسرحها ملعب تشرين بدمشق، فالفتوة أرادها فرصة للحفاظ على مركزه الثاني على أقل تقدير، وخصوصا أنه منتشي من فوزه على الحرفيين في المرحلة السابقة، فيما شكلت المباراة الأمل الأخير للقلعة الحمراء للبقاء في دائرة المنافسة، وخصوصا أن حلقاتها بدأت تضيق شيئا فشيئا. وعلى الرغم من المحاولات الزرقاء للتسجيل مطلع المباراة، إلا أن الاتحاد كان الأكثر توازنا وسط الملعب، وكانت فرصه هي الأخطر قبل أن ينجح حسام العمر في ترجمة الخطورة الحمراء لهدف أول مع الدقيقة 37، ليخرج الاتحاد فائزا بهدف من شوط المباراة الأول. محاولات الفتوة للتعديل مطلع الثاني لم تجد طريقها لمرمى الاتحاد، فيما شكلت الدقائق ضغطا على أبناء المدرب وليد عواد، والذين تلقت شباكهم الهدف الثاني عبر رضوان قلعجي مع الدقيقة 60. عرف بعدها الاتحاد كيف يحافظ على فوزه وسط ضياع لاعبي الفتوة وانخفاض واضح في مخزونهم البدني، لتنتهي المباراة بفوز مهم للاتحاد مكنه من حصد نقطته 9 مع تبقي مباراة سهلة نسبيا بالنسبة له مع أمية في الجولة الأخيرة، فيما عقدت خسارة الفتوة حساباته، فبات مطالبا بالفوز على الحرية في الجولة الأخيرة من الدورة. الحمد لله رب العالمين، نحن يعني نادي اتحاد نادي كبير، والحمد لله قدرنا نتجاوز هالمرحلة. نحن حضرنا، ما حضرنا للدورة السداسية، حضرنا للدوري المحترفين، وإن شاء الله المنافسة بطولة آسيا، ونرجع نادي الاتحاد مثل ما كان ومثل ما عود الجميع، نادي كبير وتم القلعة الحمراء دائما كبيرة. رجعنا لتوازننا من خلال إعداد نفسي جيد، ومن كافة المسؤولين اللي حوالينا واللي معنا، وأنا ركزت كثير خلال هذا اليوم مع الكادر الفني والتدريبي اللي كلهم بشكرهم كانوا مع الفريق. إن شاء الله تعالى نحن نتمنى أن نتوج هذا الانتصار اليوم بانتصار آخر في المباراة القادمة مع نادي أمية. استعدادنا هذا استعداد فريق أسبوعين بس قبل بداية الدورة، يعني فريقنا بين 60-70 دقيقة يتحمل يجاير فرق كالعربي وكأمية، أما كاتحاد وكذا ما يقدر يلعب لعب مفتوح.